ما زال الجدل مستمرا حول هدف برشلونة الملغي الذي أحرزه لامين بامال في شباك ريال مدريد خلال مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني، وتباينت آراء خبراء التحكيم حول ذلك، وطالب لاعبو البارسا باحتساب الهدف لأن الكرة تخطت خط المرمى قبل أن يتصدى لها لونين، ولكن الحكم أكد أنها لم تتخطى بكامل محيطها، ولا توجد حتى الآن تقنية لإزالة الشكوك بشكل كامل حول اللعبة الجدلية في مباراة ريال مدريد وبرشلونة. وحول هذا الموضوع أراد شاب عراقي توضيح حالة الهدف الملغى بشكل بسيط وبواسطة كاميرا نقاله بالتصوير من أكثر من زاوية ولأبعاد مختلفة، ليوضح بحسب وجهة نظره أن الهدف غير صحيح وأن ما حصل مجرد إيهام أشبه بالخدعة البصرية التي تجعلك تتوهم بأن الكرة دخلت بالكامل إلى المرمى وبكامل محيطها. هاي لقطة توضيحية اللي صار عليه جدال، طبت لو ما طبت. هسه الكاميرا هنا شي تبين الكرة طابة كامل محيطة، خلينا نقول الخط الأسود هو الخط الهدف، أوكي، بس ذاك أبيض هذا أسود، ماكو مشكلة إن شاء الله. هاي جمهور برشلونة وبعض جمهور ريال هم صدقوا باللقطة بأن هدف وهدف، هاي السوالف شوفها نفسيتها. هاي اللقطة، هاي الكاميرا النوب هنا قصير أفقية مدري شو يسمونها ما أعرف، هاي الكاميرا شو تقول بعد بيها جزء، الكاميرا العلوية شو تقول، الكاميرا العلوية شو تقول، بقى جزء لو ما بقى جزء البرشلوني حبيبي أنت، وهنا الكاميرا اللي صورها بعض الصحفيين وبعض الجمهور وبعض اللقطات شو اسمه الكاميرا مالت الملعب، هنا تبين صحيح الكرة عدالك طابة، بس لازم الكاميرات لين أنواع هسه منهم كذلك طابة، شوف كرة طابة كامل محيطها. نفسية الكاميرا تجي لك منها الكرة ما طابة بعد بيها جزء يا أبوي، أنت مو تجيب لي لقطة وقلت طبت، لازم شوية تطور عقلك بكرة القدم. الحياة كلها ضدك يا برشلونة، الدنيا ما قاعدة وياك، ما جاي تمشي صح وياك، يعني انت ثبارتنا وظلم تحكيمي وظلم تحكيمي، وتالي طلع قرار الحكم صحيح وهاي مو هدف، الكرة ما تجاوزت المرمى وطلع هدفك الأول مو صحيح؟ لا 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 عشلون عشلون لا اشوف اشوف قدامك اصلا هدف مو صحيح، والمفروض النتيجة 3-1، بس خطية المسكين هذا شنو يعني شنو؟ بيلينغهام انت، وكان الرد قاسي من بيلينغهام الصراحه، يعني اشوف قبل المباراه شنو قلت لكم، اتمنى تفرحون والله العظيم، جمهور برشلونه عزيز على قلبي ومثل ما هم اخواننا يعني اتمنى لهم الفرح. بحسب تقنيه قناه بي ان سبورت فان الكره بالفعل لم تتخطى خط المرمى بكامل محيطها كما موضح في الصوره التاليه، وكما تشاهدون وهذه الجزئيه من الكره لم تدخل المرمى كما نشاهد. هكذا أثارت كرة لامين بامال نجم برشلونة جدل بعدما سدد هذا اللاعب الشاب كرة خادعة وتصدى لها لونين حارس ريال مدريد بعد عبور أو عدم عبور خط المرمى بالكامل، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي عدم عبور الكرة بكامل محيطها لخط المرمى. أما ردود الأفعال والتعليقات والآراء من جمهور ريال مدريد حول هذه الكرة وانفعال واحتجاج جمهور برشلونة كان كالتالي، نذهب إلى هذه التعليقات يقول من خلالها الرياليون، يقول حسام يابا ما حاجة تشرح، هي هاي عقليات جماعة برشلونة، تبريراتهم ما تخلص وبعدهم بهاي سوالفهم، تحكيم وحظ وما أعرف إيش، ألف كاميرا تصور وطلعت معابرة أصلاً، هو من البلازما يدق لك ألف يمين طابة وجه الطاوة. تعليق من مجيد يقول صاحب الفيديو واللي ناشره واللي معلقين كلهم رياضية، لك بابا فريق حكام شو تريد يقول لك هدف؟ تعليق من سجاد يعني مثلا الحكم تغاب وحساب لهم مثلا هدف، ان شاء الله مقتنعين راح تفوزون. حبيبي ترى احنا امتانيكم من تسجلون نسجل. ريالي للنخاع ماذا يقول؟ ما عندهم غير حجة يقولون الحكم ظلمنا، ويجي واحد راسه مربع يقول غير صحيح الجزاء. الريال اي مو انت احسن من الحكم ومن فريق الفار، هي وجه القوري. تعليق اخر من احسان اللي ما يعرف يرقص يقول القاع عوجه، ايش فهم هو بهالحالات؟ واحدهم معرقان بدريس وقاضيها يشجع برشلونه، هو بقى احد يشجع فريق العطلات ناعور مال هموم؟ تعليق من سعد زيدان طبت والما طبت، ها طبت والما طبت، احنا المتاهلين
خلصت شرح؟ دروح لا لطمك بسطرة غير معاني وجهك، هدف ودخلت بعد هالكلام الزايد، شنو؟